أنا اسمي محمد خالد، بدرس هنا كريتيف بورتفوليو برو أول كوارتر ليا. حلو جدا، بالذات إن في يعني إن في ناس في الفيلد نفسه، ناس شغالة، فبتديك الإكسبيرينس بتاعتها، الإكسبيرينس بتاعت الشغل في أرض الواقع، مش مجرد بيديك كتب وبتذاكر منها، لا، هو بيديك حاجات في أرض الواقع. الموضوع ملوش علاقة بالمذاكرة خالص، ملوش علاقة بإن أنت هتقعد تقرا وتسمع، لا، هو أنت بتقعد تشتغل زي بالظبط زي يعني ورك شوبس. انت قاعد في ورك شوبس، قاعد شغال بتكريت حاجات، بتكتب كوبي بتاع حاجات، بتطلع فيجوال لحاجات لاعلانات يعني. فده بيزود البورتفوليو بتاعك، بيديه في نفس الوقت، بيعلمك ازاي تفكر بطريقه بروفيشنال شويه. اشتغلت كتير في حاجات كتير، استعملت حاجات اندرستها هنا، بالذات ان هو يعني في ميزه بالبروسيس ان انت بيعلمك ازاي ترتبي دماغك. فبعد كده ترتب دماغك، ترتب دماغك ان انت ما تبقاش قبل كنت باخد الكلاس او باخد او قبل ما اجي الاسبوع كنت بيجي لك مليون فكره في دماغك مشتته، تايهه، مش عارفه تمسكي واحده منهم. فلما جيت الكلاس عرفت ازاي، لما جيت خدت الكلاسز هنا يمكن في اول كوارتر بس، خدت كوبي رايتنج وكريتيف تكنيكس، خلاني ارتب دماغي، يبقى عندي ترتيب في دماغي. في ترتيب، فبالتالي عارف افش فكره افش الثانيه افش الثالثه، وبعد كده نقارن ما بينهم واعرف اي واحده منهم ممكن تبقى احسن من الثانيه، وهي هي اللي تتقدم. وهاو تو بريزنت الايديا يعني. فاير ات سكول از هو مش مكان، مش سنتر للكورسز، مش زي اي سنتر عادي، مش بتيجي تقعد ساعتين او ثلاثه وتمشي، لا، هو انت بتبني صحاب وبتبني معارف. الموضوع فيه فن كتير، بتلعب، بتضحك، بتخش السيشن بتدرس وتخرج بتفكر وتقول افكار بصوت عالي، ناس بتسمعك وتقول لك دي كويسه دي وحشه، ممكن نعدي في دي سنه دي سنه، لا، نشيل الحته دي نزود الحته دي. فالناس بيبقوا هيلفول بالنسبه لك جدا جدا جدا، وده بيساعدك كتير ان انت تتعلم حاجه بعد كده.